17 سبتمبر هو موعد حفل توزيع جوائز الأمي السبعين، واللي بيتنافس عليها عدد كبير من الأعمال والنجوم بفئات مختلفة، وأبرزها بالدراما مع اثنين من أقوى الإنتاجات وهنن The Crown و Game of Thrones المرشحين عن فئة Outstanding Drama. أما ستيرلينج كي براون اللي بيمثل بمسلسل This Is Us مرشح لجائزة الأمي عن فئة Lead Actor in a Drama، مثل جيسون بيتمان المرشح عن دوره بمسلسل أوزاك. وعن نفس الجائزة ولكن بالفئة النسائية بتتنافس ست نجمات، أبرزهم كلير فوي عن دورة بمسلسل The Crown، وساندرا أو عن دورة بكيلينج إيف. أما بفئة Lead Actor in a Limited Series or Movie فأول مرشحين هن أنطونيو بانديراس عن Genius Picasso، وجون ليجند عن Jesus Christ Superstar.